بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا موعود هاي شمال تنتظرك يا موعود غيرة ومرجلة ومنك خد الزود متعلم الشجاعة بروح الجود يا موعود هاي شمال تنتظرك يا موعود غيرة ومرجلة ومنك خذ الزود متعلم الشجاعة بروح الجود يا موعود هاي شمال تنتظرك يا موعود غيرة ومرجلة ومنك خذ الزود متعلم الشجاعة بروح الجود شورك حصين جيل العصر تقوى وعينين سلحنا يمت الفرج يا ابن الحسن جيتك جوان جرحنا والمنتظر لما خسر حبك صباح ربحنا والمنتظر لما خسر حبك صباح ربحنا والأنصار يا موعود تنتظرك الأنصار لجل الدين حملت كل الأخبار تريد وياك تاخذ سيد الثار يا موعود هاي شبال تنتظرك يا موعود غير ومرجلة ومنك خذ الزود متعلم الشجاعة بروح الجود طال الوعد يا متى تريد يا متى الفرج يا غالي حبك سبال شاب وطفل ينتظر الموالي يمتى الخبر بين بتشور وتنور الليالي يمتى الخبر بين بتشور وتنور الليالي يا منصور يمتى الدور على الباطن يا منصور والأنصار قامت لجلك الشور بالميعاد كلها تصير لك سور يا منصور يمتى الدور على الباطن يا منصور والأنصار قامت لجلك الشور بالميعاد كلها تصير لك سور بالميعاد كلها تصير سور يا موعود هاي شبال تنتظرك يا موعود غيرة ومرجلة ومنك خذ الزود متعلم الشجاعة بروح الجود عم الظلم يا ابن البشر وتفشت المفاسد صار الأمر بيد الرجس كل وضيع وحاقد غيرك فلا يصلح أبد يا ابن النبوة قائد غيرك فلا يصلح أبد يا ابن النبوة قائد والإرهاب عم الكون يا مهدينا الإرهاب تيمية وخوارج تحكم أذياب تذبح دوم كل من هاجي الأطياب
والإرهاب عم الكون يا مهدينا الإرهاب تيمية وخوارج تحكم أذياب تذبح دوم كل منهاج الأغياب تذبح دوم كل منهاج الأغياب يا موعود هاي شباب تنتظرك يا موعود غير ومرجل ومن لخل الزود متعلم الشجاع بروح الجود متعلم الشجاع بروح الجود دولة وسلم دين وعلم ذكرها يا أبو صالح بها العدل قول وفعل ما تعرف المصالح تنهي الكفر واهل الغدر فكرك يصير الراجع تنهي الكفر واهل الغدر فكرك يصير الراجع والاخلاق يا ابن الناس تشكر اجمل اخلاق وعلومك يا مهدي تملي الافاق وعلومك يا مهدي تملي الافاق الشاعر سيد عباس السرفي يا موعود هاي شباب تنتظرك يا موعود غير مرجل لو منك خذ الزود متعلم الشجاعة بروح الجود متعلم الشجاعة بروح الجود